السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخر المغرب منصف محمد أسلاوي، ولد سنة 1951 بمدينة أكادير، باحث وخبير مغربي عالمي في علم المناعة، له عدة مقالات في مجالات متخصصة، ساهم في تطوير 24 لقاح، وهو الآن يساهم في بحث وتطوير لقاح ضد فيروس كورونا. درس لحدود البكالوريا في المغرب وأكمل دراسة الطب في فرنسا، واستقر في بلجيكا درس فيها البيولوجية الجزئية، غادر الديار البلجيكية ليصبح أستاذاً في جامعة هارفورد الأمريكية، وفي غضون 15 سنة شارك في إيجاد عدة لقاحات كالملاريا وسرطان عنق الرحم. سنة 2017 قرر أسلاوي التقاعد وترك المكان للجيل الجديد للشباب الباحث. خبير الصناعات الدوائية محمد أسلاوي، وحالياً رسمياً ترامب يكلف العالم المغربي لإيجاد لقاح فيروس كورونا، ويضيف قائلاً: إن أمريكا لديها علماء أكفاء، تحيا الأرض التي أنجبت علماء مخترعين وأساتذة دكاترة سطعت نجوميتهم في العالم، تحيا المغرب أرض الوفاء والعطاء، ويحيا المغاربة الأحرار.